بنا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. بنا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للقيد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدي الكرام وأهلا وسهلا بكم في حلقة هذا المساء. لم تفي الدولة الفارسية دولة الاحتلال بالتزاماتها كدولة احتلال تجاه الشعب العربي الأحوازي، فإنه يجب عليها وفق الأعراف الدولية توفير فرص عمل للشعب وسد حاجاته الاقتصادية، لكن لم تعالج هذه المعضلة بل تتطور، بل ساهمت في تفشي البطالة بشكل كبير، واستخدمتها كوسيلة لاستهداف الشعب العربي الأحوازي اقتصاديا وإرضاخه لها ولتوجهاتها. ويعتبر الظرف الاقتصادي وتوظيفه ضد الشعب العربي الأحوازي من الأدوات المهمة التي يستخدمها الاحتلال الفارسي لقمع هذا الشعب والضغط عليه حتى يبقى بحاجة ماسة لهذه الدولة الفارسية. أرحب بكم في حلقة هذا المساء ونبدأ بالأخبار. بنا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد للقيد أن الاحتلال يعلن عن تسليم 1000 وحدة للمستوطنين في الأحواز. أكثر من 250,000 عاطل في شمال الأحواز، أغلبهم خريج جامعات. الاحتلال يمنع أهالي 18 قرية أحوازية من زراعة أراضيهم. قرى الأحواز تعاني من انعدام الخدمات. المخدرات تحصد أرواح شباب الأحواز. والدولة الفارسية تذكي فتنة الطائفية في الأحواز. والجالية الأحوازية في سيدني تنتخب مسؤوليها. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. صرح مدير دائرة التعاون في مدينة الأحواز العاصمة سيد قادر أحمدي لوكالة إسنا أنه سيتم تسليم أكثر من 1000 وحدة استيطانية للمستوطنين الفرس بمناسبة أسبوع التعاون. وأضاف أحمدي: إننا سنقدم دعما ماليا إلى أعضاء الشركات التعاونية العاملة في هذا المشروع يقدر ب 500 مليون تومان فارسي لكل شركة. وأشار إلى مشاركة البنوك في تقديم 250 مليار تومان فارسي لدعم هذا المشروع، بالإضافة إلى 250 مليار تومان أخرى من قبل الشركات التعاونية العاملة في المشروع. وقد أشار موقع حركة النضال العربي لتحرير الأحواز
أن الوحدات التي سيتم تسليمها تقع ضمن مشروع مهر الاستيطاني في حي مهيدس بالأحواز العاصمة. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. قال المدير العام لمؤسسة العمل والرفاه الاجتماعي شمال الأحواز إن أكثر من 250 ألف مواطن سجلوا في مراكز البحث عن العمل، وإن 90% من خريجي الجامعات، وأضاف إنه في كل عام يضاف إلى عدد العاطلين عن العمل نحو 40 ألف مواطن أحوازي. ويعاني شمال الأحواز من البطالة المرتفعة، إذ يقع في المرتبة الثالثة من ناحية البطالة وكثرة العاطلين عن العمل في الدولة الفارسية والمناطق والأقاليم المسيطر عليها، حسب ما أورده موقع حركة النضال العربي الأحوازي. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. منعت دولة الاحتلال الفارسية عودة أهالي 18 قرية في قضاء المحمرة إلى قراهم وزراعة أراضيهم بحجة أن المنطقة مزروعة بالألغام وغير آمنة. وذكرت مصادر أحوازية مطلعة أن دولة الاحتلال الفارسية منعت أهالي قرى منطقة الشلمجاء التابعة لقضاء المحمرة من العودة إلى قراهم وزراعة أراضيهم التي تعاني من تجفيف الأنهر وشح المياه بسبب سياسة الاحتلال. وذكر موقع أحواز هنا أن المناطق الزراعية في الشلمجة كانت من أكثر المناطق المصدرة للتمور والمحاصيل الأخرى، وعقب الحرب الفارسية العراقية دمرت الكثير من بساتين النخيل وزرعت الأرض بالألغام. وعلى الرغم من أن الاحتلال الفارسي يملك الأدوات الكافية لإزالة هذه الألغام، إلا لأنه لم يفعل. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. ذكر تقرير نشره موقع أحوازنا أن أبناء قرية الندافية التابعة لقضاء ملا ثاني يعانون من حرمان وتهميش متعمد. وتواجه أبناء قرية الندافية التابعة لقضاء ملا ثاني معاناة جمة على رأسها المشاكل الاقتصادية والخدمية، إذ تعاني هذه القرية من غياب كامل لشبكة المياه والصرف الصحي، وكذلك طفو مياه الصرف الصحي في الشوارع والأزقة، ولا سيما في فصل الشتاء، مما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض بشكل واسع، منها التهاب الأمعاء بين الأطفال. التقرير ذكر أن هذه القرية تعد عينة للحالة المأساوية التي تعيشها كثير من قرى الأحواز. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. قال مدير الطب العدلي شمال الأحواز سيد فرزاد حسيني أن 10 مواطنين أحوازيين قد توفوا خلال الشهر الماضي بسبب إدمان المخدرات. وأضاف حسيني أنه خلال الأربعة الأشهر الماضية توفي 41 أحوازيا بسبب إدمانهم المخدرات، وقال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي توفي فيها 5 مواطنين تعتبر نسبة الوفيات قد ارتفعت 100%. وتعتمد السياسة الفارسية في الأحواز بحسب موقع حركة النضال العربي على عرض المخدرات في المجتمع الأحوازي وتسهيل بيعها بأسعار زهيدة بين الأحوازيين
من أجل جرهم بهذا المستنقع من المخدرات والقضاء عليهم. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. نشرت دائرة التوجيه التابعة للاحتلال الفارسي المئات من البيانات والمنشورات الطائفية والتحريضية، ووزعتها بين المواطنين الأحوازيين في مدينة معشور. ويتألف المنشور الطائفي من 8 صفحات تحت عنوان تاريخ جرائم الوهابية حسب زعم الاحتلال الفارسي. وحرض هذا المنشور ضد دول الخليج العربي، واعتبرها دولا إرهابية تنشر الفوضى في المنطقة وتعادي التشيع وأتباع أهل البيت. تأتي هذه المنشورات الطائفية والضخ الإعلامي المحرض ضد الدول العربية والإسلامية في إطار المشروع الطائفي الصفوي العنصري الذي ترعاه هذه الدولة الفارسية بمساعدة دول كبرى التي تشجع على الفتن والنزاعات والحروب الأهلية في الدول العربية. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. استكمل أبناء الجالية الأحوازية في سيدني الإسترالية استكملوا إجراء الانتخابات التي نظموها الأحد الماضي لانتخاب مسؤولي الجالية وأعضائها للمرحلة القادمة. قد ذكر المركز الإعلامي لجبهة الأحواز جاد أنه تم انتخاب السيد توفيق الدورقي رئيسا للجالية، وعضوية كل من سعيد جرفي وأحمد زويدات وجلال عبيات وجميل الكعبي وأم رغد الدورقي، كما تم انتخاب عضوي البدل وهم عارف البدوي وسعيد حميدي. وتمت الانتخابات بحضور مسؤولي الجاليات العاملين في سيدني الذين نظموا وراقبوا صناديق الاقتراع وأعلنوا النتائج. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة أخبارنا عن الأحواز، ألقاكم بعد فاصل قصير. وعزف الرياح ووقع المطر، وقالت لي الأرض لما سألت أيا أم هل تكرهين البشر. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، وأهلا وسهلا بالشعب المناضل، الشعب القوي، الشعب الذي يتنامى في وعيه ويتنامى في رقيه وتفكيره تجاه هذه الدولة الفارسية. حياكم الله جميعا في حلقة هذا المساء، ومعنا في هذا اللقاء المناضل والناشط السياسي الأحوازي أبو إبراهيم، عضو الجبهة العربية لتحرير الأحواز سابقا، وسبق أن استضفته في الأسبوع الماضي وتحدث عن بعض ما عاناه في سجون الاحتلال الفارسي. واليوم نكمل هذه الحلقة مع والدنا أبو إبراهيم. أبو إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك ولكل الأخوة الغائمين على فضائية الصفاء. تفضل، حياك الله. حياك الله واهلا وسهلا بك. طبعا للتصحيح، هي فضائيه وصال وليست صفا. عموما ارحب بك في حلقه هذه الليله. ووصلنا واياك الى يعني انه كان يعني معك مجموعه من المناضلين الاحوازيين الموجودين الان في المهجر، مثل كاظم مجدم وايضا ابو ثائر وابو صلاح ومجموعه من مناضلين الاحواز كانوا معك في نفس السجن، وكان هناك بعض الذكريات التي قضيتها معهم، وذكرت يعني بعضا من هذه الذكريات. ما الذي حصل بعد ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري ويقض قولي. اخي الكريم، طبعا ما اريد اكرر القول اني مرت علي مصائب، لو انها مرت على ايام صار لنا ليالي.
احنا هاي الفترة طبعا من 30 سنة، وبعض الأحيان أنا أتمنى أن أخوتي وأشقائي ورفاقي يسامحوني إذا نسيت اسم أحد أو نسيت موضوع ما كملته. إحنا طبعا من أبعدونا لإصفهان كنا 23 رجل سياسي مسجون ذاك الزمان، ومن ضمن الموج اللي ذكرتهم انا هسه الاخ ابو صلاح تعيل والاخ سيد موسى ابو خالد الشاعر الوطني والاخ ابو عمر الشيخ الاستاذ الموجود هسه بالنرويج ما ادري والله بالسويد الشيخ شايع الطرفي شائع الطرف يحسن بارك الله فيك. وطبعا والاخوان قبل طويت اسمائهم احنا كنا موجودين بالاحوال بسجن فجر وبعدونا فجاه ما نعرف شنو الاسباب يطبون كل اثنين على شيل باكه واحده ويدخلوننا بالباصات طبعا الحافلات الكبار ويربطونا برضو على الحافله على الحديد مال الحافلة مخصوصة الحافلات الموجودة هناك كانت مخصوصة لنغنى. المهم من وصلنا هناك احنا حسب ما اتذكر بهذه اليوم تسألني فيه 25 او 28 او اكثر ما يكون اغلى يمكن اكثر. المهم او كنا 175 نفر الموجودين هنا. طبعا احنا الموجودين الاحوازيين هالكثر ولكن الباجيين مالين منظمه خلون مجاهدين خلق ومالين الشيوعيين ومالين كذا بيابغنا بثلاث غرف 170 نفر بثلاث غرف باصفهان حطونا يسمونها قرنطينه قالوا هذا انتم بالقرنطينه. زين قرنطينه ابويا معموله شهر او شو اسمه 10 ايام 5 ايام الواد لما تحصلهم لما جي ثلاث اشهر احنا بغينا بس بالقرنطين 170 نفر. هذه اول نوع من المعاناه اللي جبناه باصفهان بالتبعيد. وبعدين وزعونا على غواويش الموجوده بذاك السجن الكبير. المهم وبغينا هناك مده ايضا اعتقد ثلاث شهور او اكثر ونقعدونا. هاي المجموعه اللي عادونا من هناك من اصفهان طبعا بس وصلنا غد الصلاة هذا يجيبونا ياخذونا يعدمونا وهذا يودونا سجن ثاني وهذا كذا وهذا كذا. اللي رجعوا بذاك الزمان كسجناء ويانا من المجاهدين وامثالهم وياهم المجاميع الفارسيه او غير الفارسيه تقريبا 50 او اقل نفر من ال 175 اللي احنا 35 اسس بها 25 نفر من عندهم، فالباقيين كلهم صفوهم عدامات هناك باصفهان وبالطريق وما بعرف وين الله اعلم. المهم من خلونا بالسجن ليسمع من لا يعلم هذه الموضوع دخلوا ويانا هذا رضا صرامي يسمونه مسؤول السجون بالاحواز واخوه حجي رضا اعتقد واسلاحهم بديهم مسلحين يقعد على الكرسي بالعكس يحط ايديه ويحط الكلاشينكوف سلاحه على حد ذراعه ويقول بالفارسي يقول مرقبات خلق عرب او مرقبات مجاهدين خلق ودروب الخميني يعني اروح الفدوى الخميني والله يطول عمر الخميني. قلت هذا الكلام فوش ما قلت هذا الكلام اختوه ياخذنا وين بالاعدام اخي الكريم والله وبالله هاي المحاكم كانت بالسجن. احنا ما نعرف تكلفه وش في تقريبا 60 70 نفر ويدخلون عليك مجموعه مسلحه اكلف انواع السلاح ويقول لك قول هذا الكلم بعد قال والما قال اخذوه ما نعلم به بس الله لكن سمعنا من عدد من ضمنهم احنا لان احنا صايرنا انا واحد من الناس كان لي ثلاث سنوات وشي انا تحت حكم الاعدام معلق وانا ونجد وخالد علي البالدي و الله ربي ساعدني
وبعد مجموعة ما أو يوسف وبعد واحد اثنين ما أتذكر اسمهم أخذونا للاستخبارات من يدي. بويا ليش؟ قال توصلون هناك وتعرفون تكتشف. طيب نتوقف عندما ذهبتم إلى الاستخبارات وسنعاود معك حتى أيضا نسمع بشكل جيد عن طريق الهاتف. دائما مشكلتنا في قضايا السكايب وقضايا الأمور الفنية بسبب بعد الحوازين، دائما هذه إشكالات أعانيها من 4 سنوات، لكن نسأل الله أن يفرجها. الآن أعرض لكم ومضة جديدة من فقرات البرنامج ومضات أحوازية. أنت منا فلن يغيب سناك، أنت أحوزنا وتلك قرون. الأحواز لم تعد منسية الحمد لله بفضل الله عز وجل، ثم برامجكم هذه الله يجزاكم خير ويجزا خير قناة وصال العاملين عليها والقائمين عليها واللي يدعموها الله يجزاهم ألف خير، وانتم كذلك كانت منسية زمان. إن من كبرى أهداف هذه القناة الفاضلة المستنضلة المستنهضة لهمم أبناء هذه الأمة المسلمة لقضاياها في كل مكان، أرى أنه من واجبنا الشرعي والوطني والدعوة لكل أبناء هذه الأمة مساندة هذه القناة الفاضلة بالمعلومات والاقتراحات البناءة والتي تسهم في حل ودفع قضايا هذه الأمة إلى الأمام، وهي دعم الجيش الأحوازي وتسليحه وتدريبه بالسر مخابراتية، مو بس حتى البلوش جند في بلوشستان، ودعم الأكراد ودعم الأدريين بالسلاح وحتى تشديد الجهد الفارسي. الأحواز قضيتها قضية إسلامية وليست عربية، فالإسلام 1,700,000، أما المجوس والروافض فهم قلة. يا شيخ عبد الله إننا متفاعلين معكم جدا مع الأحواز، بارك الله فيك، ولكن لا نقول إلا ما نملك. نحن في وادي الدواس نتمنى أن الأحوازيين يأتون عندنا، نتمناهم أن يكونون عندنا في دولتنا في المملكة العربية السعودية، لأنهم أخواننا في الإسلام ولابد نساعدهم ولابد يكونون أن وياهم شيء واحد. شيخ والله ينصر أخواننا في الأحواز، والله يا جماعة إن هذه إيران تلبس ثوب الإسلام الهدمة، والله ما شفنا منهم إلا كل البلاوي على الإسلام. الإيرانيون يتحدثون عن مظالم للشيعة في دول الخليج بالأخص، من حقنا أن نتكلم عن مظالم إيرانية على أخواننا في أحواز من السنة والشيعة. نعم. نريد أن يكون التعريف بالقضية هذه على مستوى إعلامي كبير جدا، نستغل كل منبر كل مؤتمر كل منتدى كل معلم المعالم الإعلام أن نجعل قضية الأحواز أو شعب الأحواز يدخل في هذا الأمر. أنت منا فلن يغيب سناك، أنت أحوزنا وتلك قرون. دائما المعد أبو أحمد بارك الله فيه يذكرنا بلحظات سابقة في برنامج الأحواز المنسية، ويقتطف بعضا من الأشياء التي كانت في البرنامج ويعرضها علينا، يذكرنا بلحظات صراحة هي جميلة، لحظات البدايات مع البرنامج جميلة جدا وذكريات لا تنسى. نسأل الله أن يبارك في الجهود، وأشكر الأخ أبو أحمد على استمراره في اهتمامه بهذا الفاصل الذي وصل تقريبا إلى العدد 52، نسأل الله أن يبارك في جهوده. أعود إليكم مشاهدي الكرام مع ضيف في هذا اللقاء أبو إبراهيم الأحوازي، حياكم أبو إبراهيم وأهلا وسهلا بك. الله يحييك أخي، الله يعطيك العافية ويوفقك إن شاء الله. وصلت إلى الاستخبارات أنت والمجموعة اللي معك، ماذا حصل؟ نعم أخي، من وصلنا هناك أنا هذا اللي أتذكره، طبعا هم كانوا مخلينا داخل بالاستخبارات بغرف صغيرة انفرادية نسميها انفرادي أو زنازين انفرادية، فكنا هناك وكل يوم ما أدري كل يوم يأخذون واحد أو اثنين، المهم أنا من وصلت يومي وصل يوم يكون يأخذوني الدود للسفنجين حسب ما يسموه السؤال والجواب، فأخذوني
عيوني بالليل الغروب، وجابوا لي عندي ملابس نظاف وياي طول فترة السجن، جابوا لي ياهن وجابوا لي مقاص وقالوا لي كرم الحيتك ونظفها وهذه بويا خير إن شاء الله. قالوا الصبح أنت عندك لغة ويا تلفزيون خير إن شاء الله عم يشد ويا تلفزيون. قالوا أنت الصبح المفروض تسجل عليك صورة وصوت، عندنا شغل وياك، لأن بس دو بهمن يوم مجيء الخميني هذا مد انتصار ثورتهم هذا اليوم عظيم، وإحنا اللي بنطلق صراحة كم بي. وبهذه المناسبة أنت لازم تقول ثالث شيء إن شاء الله خير إذا هالشكل ويخص الأحوازين كلهم، أنا راح أقول شيء. المهم بس طيب نقطة نقول لك بها، قلت لهم خير بويا فهموني. قالوا إحنا المفروض ثلاث سنين ونص أنت شخصا تحت الحكم، نريد نقول عمي كان تحت هذا النوع من الحكم لأنه ارتكب هذا الخطأ أو هذه الجريمة. يبويا شرط كبت، قالوا أنت بأثناء الحرب تقول أنا بأثناء الحرب كنت ويا المجموعة الذي احتلت مغض شرطة الحويزة، اتوجه للموضوع. فهذا تصار يعني يعتبرون هم أنا خلص يعني أنا متصرف في المخفر أنا ومجموعة الوياي بمعنى إعدام 10 مرات. قلت لهم عمي تم تردون مني هذا أقوله بكيفي؟ قالوا لا حتى نفكك كون تقول هذا الشيء، حتى نقول إنه كان بهذا السبب سجين وطلقنا صراحة اتصنت. طبعا وهذا الكلام ضمن كلام الله موجود قدامهم كل ساعة واحد منهم يحط إيده لأن يدون بي أنا أؤمن بكلام الله. هذا يحلف لي لم ضعفوا إيماننا يا أخي، حتى ضعفوا إيماننا بالدين، ضعفوا إيماننا يحط إيده على كلام الله ويكلمني. قلت له أوكي أنا إن شاء الله خير لحد الصبح من تجون تأخذوني لهاي المقابلة أشوفكم، ما أعطيتهم غول. فأخي ساعة بالخمسة الفجر ريوني وندهوني وذكرت الله صليت وهذه ولبست هاي الملابس وودوني للمغسلة، سبعت وغسلت وجهي ونظفت الحيتي وجيت لبست ملابس هذه الحلوات وجيت طلعت بالخلف هم مسوين بالخلف. طبعا بهاي الفاصلة من السلول من البكان اللي كنت بيه لحد الخلف السجين هذه الفاصلة مسقوفة محجوبة ما تقدر تشوف شيء. ضمن هذا أنا عيوني كانت مشدودات يعني عيوني كانت ما كنت تشوف بين حاطين عليها غباعة. لما استروينا هذه الصفحة شال الغباعة، هذول الحراس الاثنين اللي وراي كاظم يدي شالوا الغباعة وقالوا لي أنا بس شالوا الغباعة. قلت لهم إن شاء الله خير. شفت فيديو كاميرا وشفت شباب أربعة يعني رجال كل واحد هلبس أداء الله ما يكذبني أبطال بويا خير. قالوا أنت اليوم عندك لغة وأنت كنت قد على هاي الطاولة وتشتفى للشيء. قلت لهم ما يخالف بس أنا بليلتها ليسمع من لا يعلم خدت خيرة بالقرآن نفسه الذي يحلفون به. جتني الصورة الذي غريتها والله انهم فاسقون. اول مطلع السوره اول مطلع الايه انهم فاسقون سبحان الله لا اله الا الله، هذا شفتها انا وظليت متعلق بايمان وديني انهم فاسقين. خلاص بعد ما غلط باجي سكرت الغرعان والصبح بس طلعت جوني وصلت ذاك المكان قال لي بالفارسيه ضمن معرفي خذ فعاليه هاي كذا اشتيل شارح دعير يعني ضمن ان تعرف نفسك كل فعالية قمت بيها اشرحها لنا. انا لله الحمد الله سبحانه وتعالى ركب كلمتين على لساني قلت له انا اسمي فلان ابن فلان ابن علي 24 ساعة كنت اسير بيد الجيش العراقي وهربت من عندهم وجيت الوطني ولزموني هذن الاربع كلمات لزموني وهسان اليوم بين ايديكم. هذا تفاجأ صد الكاميرا وقال لي ان هذا اللي متفقين عليه. قلت له انا ما عندي وياكم اي اتفاق بس قطع الكاميرا هو. قلت له انا سجين عندكم شنو اتفاق وياكم. المهم اخذوني الدود ردوني على السلول على الزنزانه وهذا الوراي كافني من الشتافي وبعده ما هو شاد عيوني. قال لي اسمع بالفارسيه تدري مروه من يم ذانك
أنا ثالث مرة اضطريت التفت عليه وجه الوجه، قلت له شنو هي المرة؟ قال لي رصاصة مرت من يم ذانك وتعدت، أنت إعدام. بالمناسبة قبل لا أنسى، أنا من قعدت على الطاولة وقبل لا أتكلم عاين السرواقي شفت السبحة مسباح مال خرب بيتي الشهيد نجم طايحة بالقاع، هاي المسباح أنا نظمناه وعندنا شغلات وأعرفها، وكان ديناتنا رمز إذا شفت مصباحي بشان طايح يعني أنا معدوم. هذه كان بيناتنا أنا والشهيد خرب بيتي نجم عبد الله. المهم أخذاني ردوني للزنزانة وللعصر، جوني قالوا لي الله لمغاضك، أنا خلاص بعد أنا مطمئن إنه ما أخذيني يعذبوني. فأخذوني أنا مشدودات عيون وبسيارة مشدودات يدين ناحيتين على الحديد مال السيارة. وصلنا أعتقد عبرت الجسر، عندنا الجسر الثالث جسر الدغاغ اللي احنا نسميه، بس عبرنا افترت السيارة صلب محكمة محكمة الثورة أنا ذاك. فقلت خلاص هنا معمولا يعدمون ورا المحكمة، هنا راح يعدموني والله. وشبنا بين نص ساعة أنا داخل السيارة ودي شبقات وماكو لا ناصر ولا معين وعيونه مشدودات. فمن بعد نص ساعة والله يوني حركة ودود هذا بدون كلام بدون ما أعرف إنه وين يأخذوني وين يودوني. أخذوني أكو أنا طبعا الأحوال بلدي المدينة ديرتي أنا عايش بيها، أعرف عجودها وأعرف طلعتها ودشتها ومين ما أمشي أدري وين أمشي جاعد. وأنا عيوني مشدودات حسبت وصلنا الجسر الأسود جسر الغطار مغطورة. فمن وصلنا للجسر أنا قلت هنا أستاهد محل للباسيج، هذا قوة التعبير، هذا هم معمولا يأخذون بي سجناء أو يأخذون بي مالين المخدرات ما أدري شنو يعدمونهم هناك، يتخلص راح يعدمون هنا. المهم أخي هاي قصة طويلة وعريضة. من بعد ما ردود حركة وأقبلنا حسيت بروحي إحنا وصلنا للتغاطع للسجن، هذا سجن الفجر. قلت الحمد لله أبوني للسجن خلينا نشوف شو يصير. وصلت وبالطريق قال لي هذا رايح أفك عيونك قبل لا أوصل لباب السجن وخليك تشوفني. قلت له عمي خير يا الله، انا حتى اشوفك يوم ما اشوفك شو اقدر اسوي لك؟ انا رايح السجين. الله مستعان. فك عيوني قال لي شوف انت بالسجن وقاعد تنظم بالسجناء، وحق لا اله الا هو، انت بالسجن قاعد تنظم السجناء وانت ملفك خطر انت ونجم. قلت له الله يرحم الراحمين، اذا وعدوكم بالموت وعدوهم بالفرج، عمي احنا شو نسوي غير نريد وطننا؟ هاي الكلمه قال لي ها هاي الكلمه تريد وطنك؟ قلت أنا ما حددت وطني، أقول لك وطن الإيران كله وطني، أنا عايش بالإيران. تمرين. أقول له يعني أنا ريال مظلوم تحت الظلم. المهم دخلوني للغاوش، الله يذكرهم بالخير شباب الشانة، ومن ضمنهم شيخ تركي شيخ زرقان. هذا رجل كان عدة تستن القلب مخلي له يعني قلبه ما يشتغل تمام ومركبين له جهاز. أنا كف سكت من شافني، قاموا الشباب صرخة وعدة بصوت عالي عدل، هم يخير إن شاء الله عدل، أنا جيت عدل. قالوا نجم البارحة طلعوا بالتلفزيون المغلق إن عدموه وقلنا اليوم يذيعونه بإبراهيم. قلنا لا عمي الحمد لله عدل، بس ما أدري ليه تردون علي يأخذوني، يشهد رب العالمين هاي الكلمة ما أدري ليه تردون علي يأخذوني. أخي هذه جزء من المعاناة بالسجن. بعدين خلونا فترة بها والنوبة ودونا الكارون الفترة، احنا بكارون انا البس دشداشة ونزعوني الدشداشة وحيصروا على السجناء على مدير السجن فتشوا السجن كله ما يكون واحد عدة دشداشة، هاي الدشداشة العربية والكوفية كون ما توجد عد واحد عربي هذا بالسجن. النوبة المرحلة الثالثة ودونا الغوث سجن غوث، هاي انتقالات كل فترة يودونا كل مكان. هناك اكو بنت اكو غاوش يسمونه غاوش الاحشام، الاحشام يعني الاغنام يجي للحضور من اسماء الحيوانات كلها
يسمونها احشامهم. قالوا هذول انتم سياسيين تسوون بند الاحشام، ابغاوا وش الاحشام زين، تعالي الاحشام ياهم، هم محوازين، لكن هذا معتاد وهذا سارق وهذا بايع مواد مخدره وهذا مدمن اشياء كثيره اللي اخطرهم هذول المهربين. المهم اشكال وانواع الناس بذات يابونا احنا انت عدنا كبير الله شلون نعيش، بس احنا العرب السياسيين يابونا نحسونا ويا هذول هم مو بس عرب، هذول اشكال والوان، منهم لور ومنهم عرب ومنهم ما ادري من الدسبول وما ادري من وين جايبينهم، ولا منهم هذا يسمونه بند الحيوان جابونا خلونا بذاك بند الاحشام، اللي اسمع اللي يتذكر هذا الاسم يعرفه. خلونا هناك اخي، وهذول كلهم اهل غبر، ايش اقول بصراحه، يعني المدمن شنو انسانيته، وين اخلاقه، كل انسانيته البوادة، او السارق او الغافل او ما بعرف اشكال وانواع الناس. واحنا كنا نعيش يعني احنا كنا بهاي الفتره بهذا البند عايشين باحتياط، سجن ببسطه سجن باحتياط، خاف تفك حلقك بزايد ولا تصير يقتلونك هذولي. طيب النهار كله يسجنون شايشينهم يسنون بها ابو ابراهيم، واحنا وياهم هناك. يعني في رسائل وصلتني يعني من الاحوازيين جدا مستمتعين بكلامك و يعني طريقة عرضك، ولكن يعني سأحتاج أني يعني أسأل بعض الأسئلة البسيطة حتى يعني لأن وقت الحلقة يعني شارف على الانتهاء، ولا كلامك مستمتعين فيه الأحوازين ولذلك ما قاطعتك. أنا بسأل عن من ناحية الإعاشة، يعني الأكل الشرب داخل السجن كيف كان؟ هسه هذا سؤال جدا جيد أخي، و شلون أقولها وخاف بيتي عوائل الأسراء اللي هناك ينهضمون. أخي احنا تعودنا نوع أكل، نوع أكل، والنوع الثاني أسبوعيا يجي مرة تمن أو حمص مشبوش عليه أو حتى ما يسمونه شوربة، هم الشوربة هذا يبونه للسجناء بجدر كبير ويحطونه بالوسطى ويوزعونه. الشخص رجل معلقة، يعني مو معلقة غيره لا تكون علي كذبة، معلقة مالت تعبئة، مالت نشب بلهجة أخوتنا الخليجيين، تنشب بها الزاد، المعلقة تنشب بها الزاد، معلقة كل فرد شان صغير وشان كبير هذا حقه. هذا من مسألة الأكل. خبز أنت بالأربعة وعشرين ساعة لك خبزة ذاك الوقت، هاي خبزة يطونك ويا هذا الأكل، أو يطون هاي الغرفة بها سبع نفرات ثمان نفرات، يطونها ست خبزات سبع خبزات، هذول المساكين يتعاونون ويقسمون عليهم هذا شقد ما يكون نص خبزة سام الواحد أكثر دون من 24 ساعة. يطلنا مرة شاي، هم يجيبون كيكلي كبير ما بعرف هو كيكلي، يعني نصب كل واحد إقلاص وكل واحد فص مال سكر لل 24 ساعة، فص مال سكر. هاي كانت نوعية التعامل من ناحية الأكل. أما احنا ايون اهالية ايون يطونا بليسات كل واحد كل شيء بيتمكن اهله يطونا، وهذه بالاخير من استغربين بقارون المرحلة الرابعة من نوع سجننا، قاموا يابونا واحد يروح يشتري يتسوق لنا، انت ايش تقدر تشتري تشتري هم يشترونا ويبون يطونك اياه، هسه سعره بالسوق بيش ما نعلم، لكن يعطونك اياها لك نوبه ثانيه بعد ما تقدر تشتري، هاي هي كل بلازات اللي عندك تطين هاي السلعه تريد تشتريها، هذا اهم. طيب يوزعون علينا. طيب ابو ابراهيم معلش بقاطعك، اكثر واحد اقمت معه في السجن من الاخوه الاحوازيين الموجودين حاليا في المهجر؟ نعم. من هو الشخص الذي اقمت معه فتره طويله داخل السجن من الأحوازيين الموجودين حاليا في المهجر؟ حاضر، هذا خوش سؤال، خليني أتذكر.
انا طبعا اللي سجنوا وياي هي وراي. انا كنت بالسجن قدام الكل انا وواحد رفاقي مع طبعا ما ادري هسه شلون وضعيته عنيد او غنيد تقدر تسميه من الاخوه الدحين وما شبشونه راح وياي ناصر نسواعد لا يعني طبعا النوبة جتنا المجموعة الثانية أنا أقصد الآن وصلنا لل 25 الأطول مدة قضيتها وياه لحد ما هم طلع أنا آخر واحد طلعت لحد ما هي وهن من العراق شباب كانوا بالعراق أبو صلاح دعير هو هم طلع قبلي من السجن أول مرة لأنه هو سجن مرة ثانية من طلع وراها طيطلة هم من سجن الدود أبو صلاح كان معك في نفس في نفس الزنزانة؟ طبعا مو زنزانة هنا احنا من نكون بالزنزانة انا 3 سنوات قبل كنت قبل لا يجون الشباب 2.5 سنين انا كنت وحدي بالزنزانة 3 سنوات لكن الثاني من يوم كل 3-4 احنا لا ماكو كل 11 نفر بغرفة ونصير ابو صلاح او جماعة ويانا بغرفة انا وابو نشيدة ومجموعة شبه يصلنا بغرفة شبه مجاميع انا ما اتذكر الاسماء انا اسف طبعا انا ان شاء الله احاول ابو ابراهيم انا ان شاء الله يعني في يعني حلقة قادمة اجمعك انت واحد الاخوة الذين كانوا معك في السجن واجعلكم يعني تتذكرون الذكريات المرة يعني معليش لكن حتى يعني نخبر الناس ماذا كان يفعل الاحتلال الفارسي بالمساجين الأحوازية وماذا يفعلون الآن فراح إن شاء الله يعني نستق بينك وبين أحد الذين كانوا معك في السجن وتتذكرون مع بعض بشكل تلقائي على الشاشة إن شاء الله في حلقة قادمة موافق؟ أنا موافق بس إدي كلام أقول لك بي أخي الكريم هذا الموضوع وايد مهم لأني بعدي درس للشباب الموجودين لازم أقول لهم نوع التعامل شلون يكون يتعاملون لأن أنا مدرسة الحقيقة مدرسة مر علي ما شافوا الشباب هذا لأن ذاك الزمان المظلم الحكومة كانت تسوي كيفها لا خوف ولا مستحق حتى يمكن يخافون من بعض لازم أفهم أولادي وابناء أخوتي السجناء شلون يتعاملون وشلون يتصرفون اتعلموا كلمة لا إيش ما نجدك الفارسي يقول له لا نبي يكون انت بيه كلمة الله النجاح بها ويا الفرس وشكرا أخي شكرا كان معنا مشاهدي الكرام أبو إبراهيم الأحوازي السجين سابق في سجون الاحتلال الفارسي وكان عضو في الجبهة العربية لتحرير الأحواز سعدنا بهذا اللقاء وأنتقل وإياكم إلى فقرة جديدة من فقرات البرنامج قالوا يشعب يوما أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر لا بد للليل أن ينجلي تشير الأخبار إلى أن السلطات لا تكتفي باعتقال النشطاء العرب بل تقوم أحيانا بأخذ البعض من أهلهم وذويهم كرهائن مقابل أن يسلموا أنفسهم للسلطات وهو ما قد حصل بالفعل مع الناشط السياسي أحمد نعسي الذي كان فارا من السلطات وتم اعتقال زوجته السيدة سكينة نعسي مع أطفالها 5 في فبراير عام 2006 ميلادية أضف إلى ذلك أن قامت السلطات بهدم منزل العائلة الكائن في منطقة الشعيبية في الأحواز قبل أن نودعكم نذكركم بأهم عناوين أخبارنا لهذا المساء الشعب يوما أراد الحياة لا بد للحق أن ينتصر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر ولا بد للقيد أن ينكسر الاحتلال يعلن عن تسليم 1000 وحدة للمستوطنين في الأحواز
أكثر من 250 ألف عاطل في شمال الأحواز أغلبهم خريجي جامعات. الاحتلال يمنع أهالي 18 قرية أحوازية من زراعة أراضيهم. قرى الأحواز تعاني من انعدام الخدمات. المخدرات تحصد أرواح شباب الأحواز. الدولة الفارسية تذكي فتنة طائفية في الأحواز. والجالية الأحوازية في سيدني تنتخب مسؤوليها. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفار، فعجت بقلبي دماء الشباب. انتظروا مشاركاتكم ومقترحاتكم وأفكاركم وما تريدون أن يكون في هذا البرنامج عبر إيميل البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن. ولدينا تقرير قادم بمشيئة الله سيعرضه الأسبوع القادم عن ذوي الاحتياجات الخاصة في الأحواز والمعاناة التي يعانونها. أرسلوا أي صورة أو أي مقطع أو أي معاناة عبر الإيميل وسنكون معكم في الموعد. السلام عليكم. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد